Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours très bien. La semaine dernière, nous n'avons pas eu une leçon parce que moi, j'étais en vacances pour 4 jours en Grèce. Notre nouvelle leçon d'aujourd'hui, c'est sur l'ordinateur mode d'emploi. Alors, ordinateur mode d'emploi. صباح الخير وتحياتي لكم أينما تكونون وتحية لكل المشتركين والمشتركات والمتابعين والمتابعات وعتب صغير على الجميع عتبي صغير على الجميع يعني هناك تفاعل ضعيف جدا مع اللايك مع التعليقات يعني أثير انتباهكم لهذه النقطة. في الأسبوع الماضي لم أكن هنا، كنت في إجازة لمدة 4 أيام في اليونان، ولذلك أود أن أقول لكم بأنني بالأمس وضعت لكم فيديو متكامل عن رحلتي إلى اليونان، وفيها يعني رحلة بحرية بين الجزر اليونانية المنتشرة بالآلاف في بحر إيجا، ومعلومات أيضا كثيرة عليها، فوضعته في هذا الفيديو بالذات. لو فتحتم الآن موقعي على اليوتيوب أمو فادل AMMOFIDIL بالإنجليزي حتى تكون سهلة عليكم، سوف تجدون هذا الفيديو الممتع. إذا رحلة ممتعة لكم ومشاهدة نافعة ومفيدة بما فيها من مشاهد ومعلومات وغيرها. درسنا لهذا اليوم بعد الإجازة هو حول أورديناتور، الحاسوب الذي نعمل عليه، مود دامبلوا، طريقة الاستخدام أو التعليمات. يعني عندما نشتري أي جهاز في المنشور موجود هذه العبارة مود دامبلوا، خطوة الأولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة، هكذا هو درسنا اليوم، كيف نستخدم هذا الحاسوب. طبعا الخطوات الموجودة هنا هي خطوات، 6 خطوات هي ليست صحيحة، يعني الخطوة الأولى هنا ليست صحيحة، الخطوة الثانية أيضا الثالثة، إذا علينا أن نجد الخطوات المترتبة المنتظمة، وهذا هو يعني محتوى درسنا لهذا اليوم. كما أن هذا النص أيضا فيه الكثير من الأفعال التي نكون ربما لربما لم نسمع بها. وأيضا ملاحظة أخرى في هذا الدرس، هناك أفعال عكس أفعال أخرى سوف نشاهدها معا. إذا لدينا سؤال كبير. Quelles sont les étapes d'utilisation de l'ordinateur؟ إذا السؤال بصيغة الجمع، Quelles sont les étapes، الخطوات. إذا مفردها l'étape اسم مؤنث، إذا علينا أن ننتبه هنا للفويل. إذا quelles sont les étapes، ما هي الخطوات d'utilisation، إذا خطوات استخدام de l'ordinateur، لاستخدام الحاسوب. لاحظوا أن utilisation أيضا هو اسم لفعل utiliser، يعمل أو يستخدم. لنذهب إلى الخطوة الأولى ونقرأ هذه الخطوات 6 أولا، ثم نأتي لنبحث عن الخطوة الأولى الصحيحة لاستخدام الأورديناتور. Je mets mon texte en page puis je sauvegarde. Je tape mon texte. Je ferme le fichier. J'éteins mon ordinateur et je débranche l'imprimante. J'allume mon ordinateur, puis j'ouvre un fichier. Je branche mon imprimante et je mets 10 papiers, puis j'imprime. لاحظوا أن في هذا النص هناك بعض الأفعال لربما يعني لأننا لا نستخدمها في الحديث مع الآخرين ربما يعني هي قليلة الاستخدام معنا، سوف نتعرف عليها جميعا. إذا الخطوة الأولى، نشرح الخطوة الأولى ونسأل سؤالا، هل هي الخطوة الصحيحة كخطوة أولى لاستخدام الأورديناتور؟ إذا الخطوة الأولى je mets mon texte en page،
puis je sauvegarde. إذا مي مشتقة من فعل mettre يضع، وهنا مصرفة حسب الشخص الأول. je mets mon texte، أضع نصي أنا. mon texte، le texte اسم مذكر، أضع نصي أنا. أين أضعه؟ un page، على الصفحة. puis ثم je sauvegarde، وأحفظه. sauvegarde هذا فعل ربما يكون يعني جديدا علينا، يأتي بمعنى يحفظ. إذا sauvegarde بمعنى يحفظ. ممكن أن أقول جملة عليه مثلا: je sauvegarde mes coordonnées sur mon ordinateur، أنا أحفظ بياناتي في حاسوبي الذي يعود لي. هناك بعض الأفعال التي ممكن استخدامها وهي أسهل علينا من استخدام فعل sauvegarde. مثلا أقول garder يحفظ، أو conserver أيضا يحفظ، إذا تأتي بنفس المعنى. هل ممكن أن تكون هذه الخطوة الأولى لاستخدام الحاسوب؟ أنا لا أعتقد. نأتي إلى نيميرو 2. Je tape mon texte، أكتب نصي. إذا هل هي هذه الخطوة الأولى؟ Je tape mon texte. tape مشتقة من فعل taper، إذا يكتب، مثل écrire نفس المعنى. Je tape, tu tape, il tape. Nous tapons وهكذا. Je tape mon texte. أكتب نصي. الخطوة الثالثة، هل ممكن أن تكون الخطوة الأولى لاستخدام الأورديناتور؟ Je ferme le fichier. أغلق الملف. Le fichier هو الملف. Numéro 4. J'éteins mon ordinateur et je débranche l'imprimante. J'éteins مشتقة من فعل éteindre بمعنى يعني يطفئ. J'éteins mon ordinateur، أطفئ الحاسوب. Et je débranche وأفصل. إذا débranche مشتقة من فعل débrancher، بمجرد نضع R هنا يكون فعل في صيغة الانفينيتيف، صيغة المصدر. إذا هنا مصرف je débranche l'imprimante. ما معنى l'imprimante؟ هي الطابعة. إذا لاحظوا أنها تبدأ بان فويل، حرف العلة. إذا l'imprimante الطابعة. نيميرو 5. j'allume mon ordinateur. إذا j'allume هنا مشتق من فعل allumer. إذا allumer بمعنى يشغل. بمجرد أن نضع هنا إر يكون الفعل صيغة المصدر، صيغة يعني غير مصرف، صيغة الانفينيتيف. أليمي يشغل، وخاصة الأجهزة الكهربائية مثل الحاسوب. إذا جليم مون أورديناتور، يشغل حاسوبي. بوي ثم جوفغي أن فيشيي. جوفغي الشخص الأول يقول جوفغي، تيوفغي لوفغي، نو زوفغيون. إذا جوفغي مشتق من فعل أوفغيغ، يفتح. أن فيشيي ملفا، إذا أفتح ملفا. نيميرو 6. جو برانش مون إمبريمانت. برانش إذا مشتق من فعل برانجي، نضع هنا إر يعني يربط. جو برانش مون إمبريمانت، أربط الطابعة. جو مي دي بابيي، أضع الأوراق. puis j'imprime واطبع. j'imprime اذا imprime هنا عندنا اين هي؟ هنا الطابعه. imprimante طابعه. الفعل هو imprimer، نضع هنا r. اذا j'imprime، tu imprime، il imprime، انا اطبع. j'imprime مشتق من فعل imprimer. ما رايكم؟ يعني أين تكون الخطوة الأولى لكمود دامبلوا للأورديناتور؟ إذا أكيد يعني بكل هي في رقم 5. جليم مون أورديناتور puis j'ouvre un fichier، إذا أشغل الحاسوب وأفتح ملفا. الخطوة الثانية أين هي؟ إذا هي نفسها هنا في الخطوة الثانية. je tape mon texte، إذا بعد أن أفتح الحاسوب وأفتح الملف، إذا سوف أكتب نصي. mon texte
الخطوة الثالثة أين هي؟ هي في رقم واحد. بعد أن كتبت النص je mets mon texte en page، أضع الملف على صفحة، puis je sauvegarde، يعني حتى لا يضيع النص سوف أحفظه، puis je sauvegarde. إذا ممكن مثل ما قلنا بدل sauvegarde إذا كان صعبا أن نستخدم garder أو conserver، يحفظ. أين تكون النقطة الرابعة أو الخطوة الرابعة؟ ستكون هنا في رقم 6. Je branche mon imprimante. إذا branche يربط. Mon imprimante الطابعة. Je mets du papier أضع الأوراق. Puis j'imprime. J'imprime أطبع. إذا هذه الخطوة الرابعة، والخطوة الخامسة هي في رقم 3. Je ferme le fichier. إذا بعد أن طبعته ماذا أفعل؟ Je ferme. إذا ferme مشتق من فعل fermer يعني يغلق. Je ferme le fichier، أغلق الملف. هذه هي الخطوة الخامسة، والخطوة السادسة والأخيرة موجودة هنا. J'éteins. إذا éteins مشتق من فعل éteindre. Éteindre بمعنى يطفئ، يطفئ الأضواء، يطفئ الحاسوب. J'éteins mon ordinateur، أطفئ الحاسوب. ثم ماذا؟ Et je débranche. Débranche مشتق من فعل débrancher، بمجرد أن نضع R هنا سيكون الفعل بصيغة المصدر. Débranche يفصل. إذا débranche يفصل، ماذا أفصل عن الحاسوب؟ أفصل imprimante الطابعة. إذا وضعنا الخطوات اللازمة الواحدة بعد الأخرى. الآن نأتي إلى يعني معرفة بعض الأفعال التي هي موجودة هنا والتي تعاكس بعضها الآخر. يعني مثلا عندنا فيرمي هي عكس فعل أوفغيغ، عكسه. جيتان يطفئ، عكس فعل جليم، اليمي يشعل الحاسوب. جو برانش يربط، عكس جو دي برانش يفصل. إذا هنا برانش يربط، هنا يفصل. ولاحظوا أن يعني اسم الطابعة امبريمانت ممكن أن نستخدمه أيضا كفعل، وهو امبريمي بمجرد أن نضع إيغ هنا سيكون الفعل في صيغة المصدر، في صيغة الانفينيتيف. إذا للشخص الأول سأقول جامبريم. هنا علينا أن نلاحظ وجود فيل، إذا جامبريم أنا أطبع. أتمنى أن أكون قد طبعت لكم يعني معلومة مفيدة نوعا ما. إذا كان الأمر كذلك فأنا أدعوكم إلى تفعيل اللايك، تفعيل التعليقات، يعني كلمة كلمتين تلعب دورا طبعا كثيرا. إذا تحياتي لكم دائما، وإلى اللقاء. Au revoir et à bientôt.